بسم الله الرحمن الرحيم. حنبدأ في محاضرة اليوم إن شاء الله شابتر 4 مش شابتر 3، اللي هو الـ Informed Searching. كنا تحدثنا طبعا في شابتر 3 اللي هو الشابتر الماضي عن مجموعة من الخوارزميات اللي بتشتغل بتقنيات الـ Uninformed Searching اللي هي الـ Blind Searching سميناها، بمعنى أنه بيكونش في أي معلومات مسبقة أثناء عملية البحث عن الراوت او الباث اللي ممكن تختاره الخوارزمية او النود اللي حتختارها، بحيث انه تروح تعملها visiting وتبدأ تعملها expanding وتشوف ايش التشيلدرن تبعونها. بالنسبة للانفورم سيرشنج بشكل عام، طبعا هي مجموعة من الخوارزميات تم تطويرها بناء على انه اصلا بيكون في عنا يعني مجموعة من الانفورميشن بشكل مسبق موجودة عند كل نود. يعني الانفورميشن هاي طبعا يعني بشكل عام ممكن نسميها الكوست، يعني في النهاية لازم يكون في عندي كوست فانكشن. الكوست فانكشن هذه هي اللي تقدر قديش التكلفة عشان اروح على النود A ولا B ولا C، وبالتالي انا بختار حسب التكلفة الموجودة عندي. اوكي، بشكل عام هنا حكي لنا مثلا لو عندنا مجموعة من الكوينز، ايش هو العدد الاقل من الكوينز اللي ممكن نستخدمها عشان اعطي لحدا فكة. طبعا عشان اعمل فكة، يعني حدا اعطاني 100 شيكل بدي اعطيه فكة، على طول بتيجي عندنا على ايش؟ مش هتيجي عندنا على النصاص الشواكل او الشواكل، حيطلع معانا يعني عدد كبير من الشواكل، لكن احنا بتيجي عندنا على طول على الكوينز اللي قيمتها كبيرة اللي هي العشرة شيكل. طبعا بنصير نشوف كم عشرة عندي، اوكي، على اساس انه في الاخر لما اعطيه فكة اعطيه عدد اللي هو اقل عدد ممكن من الكوينز. هذه الفكرة بشكل عام، انه احنا بنبحث عن افضل، خلينا نحكي كوين ممكن انا اعطيها لشخص ما. يعني هذا ممكن احنا نعتبره تطبيق معين من خلال خوارزمية ممكن أطبقها بحيث أني أختار أفضل عدد من اللي هي الكوينز. الآن طبعا المثال اللي هو مطبقه ويعني ماشي معانا فيه لآخر الشابتر اللي هو الترافل سيلز بيرسون بروبلم، اللي هي تحديد أفضل مسار عشان أنتقل من مدينة إلى مدينة. أوكي، فأنا عندي مجموعة من السيتيز المدن، وعندي الديستانسز المسافات فيما بينهم. المهمة هي to find a shortest possible tour، يعني بدنا نحاول نلاقي ايش هي المسار اللي ممكن امشي فيه بين هدول التو سيتيز، بمعرفة المسافات الموجودة بين المدن كلها، بحيث انه احنا طبعا نزور كل مدينة exactly once، مرة واحدة بس، بنفس المنطق اللي أخذناه قبل هيك في الخوارزميات اللي كانت في الـ Uninformed Search. بتتذكروا كنا نحكي إنه النود ما بنزورها غير مرة واحدة، ما بنرجع لها مرة تانية. هنا نفس المنطق، إنه الصح إنه أنا بدي أنتقل المدينة التانية، بنفعش أثناء ما أنا بعمل تور ألاقي حالي رجعت تاني على نفس المدينة وبرجع بكمل، لا، الصح إنه ما رجعش تاني على نفس المدينة اللي تمت زيارتها. طبعا هنا بحكي لي انه ايش الانفورميشن، ايش تتوقعوا لازم يكون عندي انفورميشن متوفرة عشان نطور عملية البحث هذه. طيب هل موضوع اللي احنا نختار النيرست سيتي، شو يعني نيرست اللي هي الاقرب، هل اختيار اقرب مدينة لإلنا هل ممكن تكون فكرة مجدية ولا لا؟ هذا اللي حنشوفه من خلال طبعا اللي كانوا يفكروا فيها، هاي الاسئلة اللي بنطرحها على نفسنا لما نيجي بدنا نطور خوارزمية عشان نبحث عن أفضل مسار بين مدينتين. بشكل عام يعني المبدأ اللي هم اشتغلوا عليه هو اسمه Best First Search. Best First اللي هي بدنا نروح على البست أولا، يعني عندي مجموعة خيارات، عندي أكثر من مدينة ممكن أنا أروح عليها، طب هختار مين فيهم؟ البست. طيب البست من ناحية إيش؟ الأقصر ولا الأقل تكلفة ولا الأجمل ولا إيش بالضبط؟ هذا اللي إحنا بدنا نشوفه. طبعا البست هنا معناها فضفاض، زي ما انتم شايفين إحنا حكينا فيه يعني أكثر من خيار، بست يعني أقرب ولا أقل تكلفة ولا أسرع ولا شو بالضبط. ف
فلذلك هم سموها بيست، بمعنى انه هذا هو المبدأ العام، وانت من خلاله ممكن تختار الفانكشن او الخوارزمية اللي هي بتستخدم افضل ايفالويشن فانكشن حسب التطبيق تبعك. يعني طب تطبيقنا مثلا، انا بهمنيش في مثلا التكلفة، انا المهم عندي الاقرب، انا بدي اوصل للمكان الفلاني باقصى وقت ممكن، او باقصى عفوا سرعة ممكنة، باقصر وقت ممكن، بهمنيش قديش يكلفني الموضوع. ممكن شخص تاني يقول لك لا انا بدي اوصل لكن انا بهمني التكلفة، بدي باقصر تكلفة ممكنة، مش مهم عندي الوقت. فالموضوع يا جماعة بيرجع للتطبيق، ولا طبعا بنسميها تفضيلات المستخدم، والمستخدم ايش بيطلب بالضبط. لذلك احنا بنحكي بيست، ما حكينا اقصر ولا اقل تكلفة مادية مثلا، لا حكينا بشكل عام البيست. ايش الفكرة تاعتها؟ اللي هي استخدام evaluation function اللي هي دالة لتقدير الكوست. الكوست يا جماعة بدنا نتفق الآن، كلمة كوست مش يعني مش شرط يكون معناها تكلفة مادية، ممكن يكون وقت، ممكن يكون مجهود معين، ممكن يكون وسيلة مواصلات متوفرة أو مش متوفرة، وممكن يكون برضو تكلفة مادية. فبالتالي لما نحكي كوست احنا بنحكي كوست بشكل عام، اللي هي التكلفة، مش شرط نكون محددين فيها نوع التكلفة المقصودة. لكن احنا لازم عند كل نود بيكون في عندي فانكشن، هذه الفانكشن وظيفتها تعمل evaluation، تقدير او estimation ممكن نسميه، تقدير للتكلفة للانتقال من النود اللي احنا فيها حاليا لعند الجول، لعند المكان اللي احنا بدنا نروح له. هاي بنسميها ال evaluation function، هذه بنستخدمها عشان نشوف ايش هي افضل نود انا ممكن، او افضل مسار طبعا بعد هيك انا ممكن انتقل له. طبعا هذه عبارة عن يعني كتير عندنا search methods، يعني اكثر من algorithm اعتمدت على هذا المبدأ، انه بتستخدم زي ما حكينا estimation function او evaluation function. الاستيميت عادة بيقولنا بيكون الديستانس، يعني حتلاقوا انه معظم التطبيقات اللي بيكون فيها يعني التكلفة تقاس بالديستانس اللي هي المسافة، تستخدم الموضوع هذا اللي هو البيست فيرست سيرش، اللي هي الانفورمد سيرش الجوريثمز، لانه بالعادة طبعا الديستانس احنا بهمنا يكون اقصر مسار ممكن هو اللي يوصلني للمكان او للجول اللي احنا بدنا اياه. هذه الفانكشن عادة بنسميها هيورستيك. هيورستيك كلمة هيورستيك معناها تقدير او تقديرية. الهدف منها انه احنا بدنا نعمل expanding، expand يعني توسيع، توسيع يعني فعليا انا رحت لنود معينة وزرتها وبدأت اوسع فيها، اوسع فيها يعني صرت اشوف مين التشيلدرن تبعونها. ليش انا بدور على التشيلدرن؟ لانه انا بدي اشوف شو الخيارات الممكن للانتقال إلها من هذه النود، يعني هذه المدينة وين ممكن توديني، وين ممكن توديني. يعني أنا بعملها expanding، يعني بدي أشوف مين children تبعونها، هدول children بعد هيك أنا بصير أختار منهم حسب برضو الheuristic function أو حسب evaluation function. طبعا أي نود بنعملها expand، النود اللي هي desirable اللي هي الأفضل، ممكن نحكي أفضل نود بناء على الاختيار من الفانكشن هذه. طبعا شرط إنه هذه النود ما نكونش قبل هيك عملنا لها expand، يعني ما نكونش قبل هيك زرناها ولا شفنا مين الشدرن تبعونها ولا رحنا عليهم، بالتالي هذه النود هي اللي بنختارها وبنروح بنعملها expanding بناء على إيش؟ على evaluation function. الهيوريستيك فانكشن اللي هي نفسها evaluation function او الدالة التقديرية، وظيفتها كالتالي ranks alternatives. طبعا alternatives يعني البدائل، زي ما حكينا احنا بنكون موجودين في نود معينة وشايفين ايش هي الchildren تبعونها، فبالتالي انا عندي اكثر من خيار، يعني اكثر من بديل. طيب كيف انا هختار اي واحد فيهم هو الافضل الان عشان يعني اروح له وازوره وابدأ برضو اعمل له expanding؟ هذا الكلام بصير عن طريق الهيورستيك فانكشن، تعمل رانكينج. رانكينج يعني ترتيب، اذا هي بترتب الاولويات، يعني بترتب هذه البدائل حسب اولويات معينة، زي ما حكينا حسب الديستانس، ممكن حسب التايم، ممكن حسب سرعة، تكلفة مادية الى اخره.
بعد هيك بنروح بنختار شو هي النود اللي احنا حنروح عليها حسب الـ available information الموجود عندنا، وبالتالي بناخد قرار اي برانش اللي احنا حنروح نستمر فيه خلال البحث تبعنا. كيف طريقة الـ implementation تبعت الـ heuristic function هذه؟ يعني لو بدنا نعملها coding بشكل بسيط جدا، لما عملنا شفنا الـ alternatives هذه، شفنا ايش الخيارات الموجودة عندنا وعملنا لها رانكينج، هي حتعمل رانكينج او ترتيب لهذه الخيارات اللي هي بنسميها فرنج. واتفقنا قبل هيك انه الفرنج هي عبارة عن النودز اللي لسه ما نعمل لها expanding، يعني اللي انا واقف الان على نود وشايف مين هم الفرنج تبعونها او هم التشيلدرن تبعونها اللي لسه انا ما رحت لهم ولا عملت لهم expanding. فانا بعملهم ordering او رانكينج او ترتيب decreasing order. decreasing يعني ترتيب تنازلي، يعني من الأولى للأقل للأقل. إذا أول نود بتكون أنا عاملها ranking هي النود اللي غالبا أنا حروح لها، أوكي؟ طبعا بناء على desirability، وحكينا desirability اللي هي على الأفضلية، أفضلية حسب الـ heuristic function أو الـ function اللي احنا مستخدمينها. هذا بشكل عام المبدأ اللي بتشتغل عليه الـ best first search. طبعا في عليه امثله او سبيشال كيسز ممكن نقول، يعني هذه بشكل عام هي خوارزميه عامه تستخدم هيورستيك فانكشن، وظيفتها تعمل ترتيب للبدائل، وبعد هيك بناء على الافضل بتروح بتختاره وبتبدا تكمل في المسار تبعه. طيب ايش في عندي حالات خاصه، او ممكن نقول يعني زي امثله على خوارزميات بتستخدم البيست فيرست سيرش؟ عندي مثالين شهيرين جدا، اول واحد هو الجريدي بيست فيرست سيرش، والثاني اسمه اي ستار. طبعا جريدي يعني كلمه جريدي معناها طماع، في طمع، بمعنى انه يعني بيعتبر انه ما دام انا بدي اختار الاقل تكلفه معناته هيك انا في عندي نوع من انواع الطمع. لكن طبعا يعني اللي سماها زي هيك، اللي طبعا اللي طور الالجوريثم هذه سماها زي هيك، ولكن هي بتعتمد برضو زي ما حكينا على هيورستيك فانكشن، وبناء عليها بيختار ايش النودز اللي يمشي فيها. طيب نيجي قبل ما نفوت على الجريدي بيست فيرست كيف بتشتغل، طبعا هنحكي بس بشكل سريع عن المثال اللي حيطبق عليه الخوارزميات اللي هي الجريدي والاستار. كمان للاسف اللي يعني الرسم الموجود هنا مش كتير واضح، لكن حنلاقيه واضح في السلايدز الجايه ان شاء الله، بس اوضح لكم هنا ايش الفكره من المثال. الفكرة من المثال انه هنا جايب لنا طبعا دولة رومانيا، الهدف اللي هو الانتقال ابتداء من مدينة اراد، الهدف بوخارست. اذا من اراد لبوخارست، واضح انه انا عندي اكثر من مسار ممكن يوصلني لبوخارست ابتداء من اراد. طيب ايش الانفورميشن اللي موجود عندي، او انا ايش ممكن استخدم اصلا، اي الجوريثم استخدمها عشان تجيب لي افضل مسار يوصلني من اراد لبوخارست؟ طبعا عندنا اكثر من الجوريثم، لكن الانفورميشن اللي متاحه وموجوده عندي ممكن استفيد منها الان هي ايش؟ هي عباره عن الشورت لاين ديستانس. شورت لاين ديستانس هذه اختصار طبعا لشورت لاين ديستانس SLD، هي عبارة عن مقياس عالمي. يعني احنا لما نحكي كم المسافة بين مدينة مثلا خان يونس ورفح او خان يونس وغزة، احنا فعليا ما بنمسك متر، او مش عارفة كيف بقيسوا متر بصير يعني يقيسوا الطرق، لا هي فعليا short line distance، يعني هذه مقاييس جغرافية بتنقاس طبعا بطرق محددة، اللي هو بيكون خط مستقيم، يعني بيعتبر انه المسافة بين مدينة والتانية بيشوف ايش اقرب، او يعني ايش في خط مستقيم بيصل بين المدينتين هدول، وهذا طول الخط المستقيم هذا هو بيعتبره المسافة بين المدينتين. اما انه يقول مثلا لا ما هو في طرقها، ما هي الطريق هذه مسكرة فيها مش عارف ايش ولازم نلف ونروح، لا هذا الكلام ما بيصير جغرافيا. جغرافيا لما نحكي المسافة بين مدينتين كذا وكذا، هذا بيكون المسافة كخط مستقيم، عشان سماها short line distance. line يعني خط، طبعا shortest اللي هو أقل، يعني لأنه دائما أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم. فهنا معطيني جدول بالمدن هذه كلها اللي شايفينها في الخريطة، كل المدن كل واحدة فيهم
المسافة بينها وبين بوخارست اللي هو الجول تبعنا قديش. يعني معطيك المسافة اللي هي الشورتست لاين ديستانس بين أراد وبوخارست، صح ما فيش مسار يعني مباشر في مدن في النص، لكنه زي ما حكيت لكم هو بيعتبر وكأنه في خط مستقيم بيناتهم، فطول الخط المستقيم هذا طلع معاه جغرافيا 366 كيلومتر طبعا. تمام، مثلا بوخارست اللي هي نفسها الجول تبعنا، قد ايه المسافة بينها وبين بوخارست؟ أكيد زيرو، لأنه طبعا هي نفس الجول. المدن الثانية وهكذا، ماسك مدينة مدينة ومعطينا معلومة مهمة قد تفيدنا في البحث، اللي هي المسافة الشورتست لاين ديستانس بين المدينة نفسها والهدف اللي هي بوخارست. أوكي، إذا هذا الجدول هو اللي حنستخدمه في البحث بالطرق المختلفة اللي حنشوفها الآن. الطريقة الأولى هي الجريدي بيست فيرست سيرش، طبعا فكرتها انه هي بتعمل اكسباندنج برضه للنود اللي بتكون طبعا closest to the goal، يعني اللي انا شايفها ممكن تكون اقرب مدينة او اقرب نود للجول هي اللي حختارها، لانه انا في النهاية بدي اوصل للجول. فلو كان عندي اكثر من خيار واكثر من بديل، وانا عارف الان كل خيار من هاي الخيارات قديش المسافة بينه وبين الجول، المنطق بيقول انه اختار الاقصر، اقصر او اقرب واحد فيهم للجول عشان يوصلني للجول مباشرة او بشكل اسرع. هاي فكرة greedy best first search. طبعا الاستيميت هنا بصير اللي هو الكوست او التكلفة، هنا اللي هي فعليا الكوست تبعتنا اللي هنستخدمها ال SLD اللي هي shortest line distance. الفانكشن اللي هنستخدمها بنسميها h، نرمز لها ب h لانه heuristic function. طبعا الفانكشن هذه متى بتشتغل، متى احنا حنفحصها او متى حنشغلها؟ عند كل نود، يعني كل ما اروح على نود معينة بروح بشوف كم ال HSLD الخاصة فيها. انا موجود عند اراد الان، اذا كم ال HSLD اللي هي المسافة بين اراد وبين الجول، بجيبها من وين؟ معطى في الجدول. طيب وصلت للمدينة هذه مثلا، كم ال HSLD اللي هي الهيرستيك فانكشن الخاصة فيها عند كل نود؟ لازم انا اجي اشوف الهيرستيك فانكشن هذه كم قيمتها، فبرضه من الجدول بروح بدور على المدينة هذه وبشوف كم الرقم اللي قبالها اللي هو فعليا المسافة بينه وبين الجول وهكذا. اذا هي بتشتغل زي ما حكينا من كل نقطة، ولتكن النقطة او النود اللي احنا فيها او المدينة اللي احنا فيها ولتكن اسمها N. تمام، اذا احنا بنحكي عن الديستانس فروم ان تو بوخارست للجول اللي احنا بدنا نروح له. اوكي، طيب الاف اوف ان في هاي الحاله الفانكشن اللي احنا هنستخدمها اللي هي الايفالويشن فانكشن بشكل عام، حتكون هي نفسها الهيورستيك فانكشن اللي حكينا عنها هنا، يعني مش هيستخدم معلومات اخرى. الاف ان يا جماعه حكينا عنها قبل، هي بشكل عام الايفالويشن فانكشن اللي هي الداله التقديريه. طب بالنسبه لنا احنا هنا في الجريدي بيست فيرست، شو هي الداله التقديريه اللي حيستخدمها؟ شو المعلومات حيستخدمها؟ فقط حيستخدم اللي هي الاتش اللي بتستخدم ايش؟ الشورتست لاين ديستانس. تمام، اللي هي الاستيميتد كوست من الكرنت نود للجول. طبعا الهيورستيك فانكشنز بشكل عام بتكون problem specific. ايش يعني problem specific؟ يعني خاصة بالمشكلة او التطبيق اللي انت بتستخدمه حاليا، يعني حسب التطبيق اللي انت قاعد تبحث فيه. زي ما حكينا ممكن تكون heuristic function، احنا بنحكي عن cost مادي او وقت او مسافة الى اخره، عشان هيك حكاها هي problem specific، يعني بتعتمد على المشكلة او على التطبيق اللي انت هتطبق عليه هذه الخوارزمية. يعني فيش إلها خلينا نحكي قانون عام بيقول انه هي مثلا بتستخدم كوست محدد، لكن بيقول لك غالبا بيتم استخدام الستريت لاين ديستانس، خاصة في التطبيقات اللي إلها علاقة في إيجاد الراوت، يعني إيجاد المسار أو أفضل مسار، مثلا في تطبيقات الجي بي اس، تطبيقات زي ما شفنا تطبيق اللي قبل شوية افضل مسار بين مدينتين، سواء كان احنا بنحكي عن خط طيران او خطوط قطارات او الى اخره اي وسيله مواصلات. المهم يعني هو بيحكي عن
إيجاد أفضل راوت بين نقطتين. طبعا بحكينا بشكل عام هذه الطريقة عادة بتكون أفضل من الديبث فيرست، خاصة لو كان أنا في عندي فعلا كوست معروف، يعني عندي مسبقا المسافة معروفة، فالأفضل نستخدم الطريقة هذه ما نستخدمش الديبث فيرست أو الخوارزميات الثانية. خلينا نرجع للمثال اللي حكينا عنه بالأول اللي هو دولة رومانيا والانطلاق من أراد إلى بوخارست. طبعا الآن حنطبق الجريدي بيست فيرست سيرش اكزامبل، أو عفوا الألغوريثم، على المثال هذا. الآن بداية الستارتنج نود هي أراد. أول حاجة إحنا هنا لازم نحدد بناء على الانفورميشن المعطاة لنا، المسافات اللي حكينا عنها بين كل مدينة وبين الجول اللي هي بوخارست. من الجدول طبعا أراد المسافة بينها وبين بوخارست 366، فبسجلها هيك 366. الآن بناء على المخطط الموجود عندنا أو الخريطة الموجودة عندنا، أراد في كم خيار الآن موجود عشان ننتقل للنكست نود؟ في عنا الخيار الأول اللي هي زرند، الخيار الثاني سيبوي، الخيار الثالث تيميسورا. تمام، طبعا أنا بعرفش يعني نطق المدن، بدنا يعني نعمل سكيب عنها، لكن بشكل عام يعني احنا بنمشي الأمور. الآن من أراد لهاي الثلاث مدن، هاي الخيارات الموجودة حسب المخطط زي ما انتم شايفين. طيب الموضوع بصير كالتالي، انه احنا بنحط الخيارات امامنا زي هيك، طبعا شايفين الجراف صار كأنه بنرسمه كتري. اوكي، وهذا الكلام شرحناه في الشابتر الماضي. الان طبعا كل مدينة من هاي المدن او كل خيار من هاي الخيارات انا لازم اقيمه، اشوف مين فيهم اللي انا ممكن اختاره يكون هو النكست نود تو بي اكسباندد، النود اللي ممكن اعملها اكسباند. طبعا من الجدول برضو بنروح على طول بنشوف كل مدينة قديش الشورتست لاين ديستانس بينها وبين بوخارست حسب المعطى. مثلا مدينة سيبوي 253 حسب ما هو موجود هنا، هاي المدينة وهي الرقم. تمام، يعني لو احنا كبرنا طبعا الارقام اكيد حنشوفها بشكل اوضح. اوكي، هاي الخيار الاول. الخيار الثاني تيميسورا، هيها 329، واخر خيار اللي هو زيرند 374. بناء على المعلومات هذه المعطاة لنا اكيد اللي حنختاره هو اقصر، او خلينا نحكي الاقل، اقل كوست فيهم، يعني احنا متوقعين انه هاي المدينة هي اللي حتوصلني للجول بشكل اسرع، اللي هي حتكون طبعا مدينة سيبوي. اذا المسار عندنا حيكون زي ما انتم شايفين، لاحظوا انه في الخريطة قاعد بيرسم خط، يعني هو الان اختار المسار هذا. اوكي، بعد سيبوي برضو حنعمل نفس الطريقة، احنا الان واقفين عند النود هذه، بدنا نشوف ايش هي الالترناتيفز او ايش هي البدائل، ايش الخيارات الموجودة عندنا. كم خيار؟ 1 2 3، وهي الرابع. اوكي يا جماعة، هي الرابع هذا برضو احنا حنعمله evaluation، تقييم، لانه بالنسبة لنا هذا خيار من الخيارات. تمام، لكن هل حنرجع نزوره ولا لا، هذه شغلة تانية. هذا طبعا حسب البرمجة الفانكشن تبعتنا، طبعا بنشرط عليه بشرط معين انه ما يكونش الزيارة اكتر من مرة. المهم ان احنا بنحط الاربع خيارات زي ما انتم شايفين. الان زي ما انتم شايفين هنا، هاي الخيارات الاربعة حطهم، وبدأ برضو يعمل نفس الشغل، برضو بده يجيب الان اللي هي الارقام من الجدول shortest line distance ويحطهم جنب كل خيار من هاي الخيارات. تمام، طيب بناء على الارقام الموجودة برضو بنروح بنختار اقل رقم موجود فيهم، اللي هو طبعا بالنسبة لنا هنا حيكون مدينة فاجرس. فعطول رسم بالمخطط تبعنا برضو كمل المسار. مدينة فاجرس اللي هي موجودة هنا من المخطط، موجود عندنا فقط خيارين، اللي هو الخيار هذا اللي بوديني على بوخارست، وفي خيار تاني برجعني على سيبوي، بس هم يعتبروا خيارين، فبالتالي لازم نحط الخيارين. وبرضو نبدأ من الجدول نفس الطريقة، نحط الأرقام، حنلاقي إنه بوخارست الرقم الموجود أمامها هو 0 لأنه هي الجول أصلا، فبالتالي
في هاي الحالة حيكون اختيارنا بوخارست. هنلاقي انه طبعا السؤال اللي كنا دائما بنسأله يا جماعة لما نفوت على كل نود، لازم نسألها انت الجول ولا لا، هذا السؤال موجود. فاذا لما نوصل لهاي النود اللي هي بوخارست حنسألها هل انت الجول ولا لا، حتقول اه انا الجول، فهيك بيكون وقف عنا السيرج. طيب ايش هو السوليوشن او ايش هو الباث اللي احنا حنمشي فيه ك ك كسوليوشن او كالمسار اللي تم اختياره بناء على استخدام او تطبيق هاي الخوارزميه؟ هو اراد سيبوي فاجرس واخر اشي بوخارست. تمام يا جماعه، هذا هو بالنسبه للمسار او السوليوشن اللي احنا بندور عليه. طبعا معطينا هنا البسيدو كود الخاص بالجريدي بيست فيرست، يعني اذا حضرتوا المحاضره الخاصه بالإمبلمنتيشن او الكودينج تبع الديبث فيرست كتير بتشبهها، لكن هنا طبعا الليستس اللي موجوده هنا مش ستاكس، هي ليستس عاديه. في كل ليست بنضيف مثلا نيبورز، هي في بنشوف النيبورز ولازم يكونوا فيزيتد او مش فيزيتد. تمام، وكل مرة هنا مثلا لما يجي على الفرونتير اللي هي الشيلدرن او الخيارات الموجودة بروح بيختار المينيمم. تمام، ليش المينيمم؟ لانه زي ما حكينا بختار الكوست، اقل كوست موجودة، والكوست هنا هي عبارة لازم يكون احنا مدخلين يعني الفانكشن معرفينها من البداية انه الفانكشن تاعتنا هي عبارة عن الهيورستيك فانكشن الخاصة بالمثلا الشورتست لاين ديستانس، او ممكن تكون حاجة تانية حسب التطبيق الموجود عندنا. مش هنمر عليه كتير هذا الكود، لكن بشكل عام يعني حكينا عنه أساس إن لو شفنا بعد هيك كود لإلها ما يكونش صعب علينا فهمها. الخصائص اللي بتتميز فيها الجريدي بيست فيرست طبعا بناء على الأربع خصائص اللي تعودنا نشوفها، هل هي كومبليت؟ بحكي لنا لا. ليش؟ لانه ممكن ما تعطينيش الجول اصلا، ما تعطينيش سوليوشن. متى هذا الكلام بيصير؟ اذا يعني صار عنده ستك في لوب. ايش يعني ستك في لوب؟ يعني علق في لوب معينه. يعني بمعنى الكلام لو اجى هنا ولقى مثلا انه تخيل انه هنا طلعت معانا هادي اللي هي الاراد مثلا اللي هي اصلا جايين احنا منها، كنا طلعت هي اقل كوست موجوده بين الخيارات الاربعه. تمام، وما كناش حاطين مثلا اللي هو شرط انه هي ما نكونش زرناها قبل هيك مثلا، هو ممكن ايش يصير؟ ممكن يفوت على هذه النود مره تانية، يرجع لهاي النود مره تانية، وبالتالي لانها هي اقل كوست وبالتالي حيضل رايح جاي بينها وبين النود اللي قبليها لانه اصلا هي اقل كوست بالنسبه له. فهيك بيكون صار في لوب في الموضوع، صار في عندي لوب فحيعلق فيه forever، مستحيل يطلع منه، فمش حيصل بعد هيك للجول اللي بده اياه. طبعا هذا بس في حال لو ما كانش في شرط انها visited او لا. بالنسبه للتايم، التايم يا جماعه هنا يعني بي اس ام داله اسيه برضه، لانه الام هنا هي الماكسيمم ديبث. يعني لاحظتوا انه بالتري تبعتنا ممكن يفوت على هذا المسار لو ما لقاش اللي بده اياه هنا، او ممكن يفوت على مسار تاني لو كان المسار التاني هو اللي هو الافضل في الكوست حسب المسار اللي بيختاره. شايفين انتم انه بدخل كانه بدخل ديبث، فبالنسبه للديبث تبعتنا كانت التايم اللي كانت بتاخدها كانت بي اس ام، كانت داله اسيه، كانت تاخد تايم كتير. بينما السبيس، السبيس كانت في الدبث كانت بي ضرب ام مش بي اس ام، لكن هنا بي اس ام لانه هنا هو بيضطر يعني يستعرضهم كلهم، يعني يطلع على كل البدائل ويقيمهم وبعدين يختار النود الاقل في الكوست زي ما انتم شايفين كل البدائل. فبالتالي هو هيك كانه بيخزن كل النودز، كيبز اول نودز ان ميموري، فحيحتاج كميه ميموري كبيره اللي هي بي اس ام. هل هي اوبتيمال؟ بحكي لنا لا مش اوبتيمال، لانه من الواضح ما دام هي مش كومبليت هي اوتوماتيك بتكون مش اوبتيمال على فكره، لانه اصلا ما دام في يعني احتمال 1% انها ما تلاقيش السوليوشن تبعنا او الجول تبعنا، معناته هي مش مثاليه لانه ممكن ما تلاقيش اصلا السوليوشن، حتى لو لقته ممكن يكون مش هو افضل سوليوشن موجود.
هاي بالنسبة للخصائص الخاصة بالجريدي بيست فيرست سيرش، اللي هو زي ما حكينا الحالة الأولى من حالات البيست فيرست سيرش. يعني هو معطينا شوية كم سؤال هيك ممكن نفكر فيهم. بحكي لنا هل الفانكشن الخاصة بالشورتست لاين ديستنس هل بتحسها إنها مناسبة admissible، هل هي يعني مناسبة ويعني تعطيني فعلا نتائج كويسة، تعطيني أفضل مسار مثلا؟ طيب هل يمكن تطبيقها في فلسطين اللي هي shortest line distance؟ هل أنا لو عملت تطبيق وبدأت أستخدم shortest line distance في اختيار النكست نود عشان أوضح أو يعني أحدد الأفضل مسار موجود، هل ممكن أستخدم الكلام هذا في فلسطين ولا لا؟ طبعا يعني بعطيكم شوية هيك تلميحات، الأمور السياسية بتأثر، الاجتماعية بتأثر، حتى الجغرافية، لو طبيعة الجغرافيا في بلد معينة ممكن تأثر على تطبيق معين، أكيد هناخدها بعين الاعتبار. يعني أنا مش حاجة أقول مثلا المسافة بين مدينة كذا وكذا أفضل مسافة هي، يعني ألاقيها أفضل مسافة أو أقصر مسافة، لكن على أرض الواقع ألاقي فيه جبال وأودية، ومثلا يعني في شغلات جغرافيا خلينا نحكي صعبة في التنقل، فبالتالي بنفعش أنا أستخدم طبعا يعني الدالة الخاصة بالشورت ستاين ديستانس في هيك وضع. فنعمل تطبيق ذكي، بدنا نطبق عليه خوارزميات معينة ذكية برضه، ولكن برضه ناخد بعين الاعتبار كل العوامل اللي ممكن تأثر على التطبيق تبعنا. طيب بحكي طبعا يعني سؤال، هل الجريدي اللي هي الفكرة العامة تبعت الجريدي هذه هل هي مفيدة نوعا ما، هل ممكن تفيدنا ولا لا، ولا في مثلا معلومات تانية ممكن كمان تثري البحث، ممكن تعطيني يعني سوليوشن أفضل أو مسار أفضل؟ هذا الكلام طبعا يعني معطينا إياه أساس إنه تفكروا فيه يعني كمدخل للخوارزمية اللي بعدها اللي هنشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة اللي هي الـ A star search. فكرة يعني برضو نفس الفكرة informed search، لكن فيها معلومات إثرائية إضافية طبعا بتطور من عملية البحث.